ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة. محمد يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة. صلي على محمد يا ربي وارضى عن السلالة. يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. صلي على محمد يا ربي فرح والدينا. يا ربي صلي على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. ربي صلي على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صلي على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. ربي صلي على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم
حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصيرته مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي الثورة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله السندوق. فلما مات أبي فتاته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان. مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم. يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال. قلوبهم مصايفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام. فيقول الله تعالى للملائكة: اذهبوا فزنوهم
ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواصفك عجز عن حسر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا ضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا عددنا الروح Yeah.
محمد الهادي إن اسم محمد الهادي روح الأمان الإسلام لنا دينا وجميع الخلق.
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستمشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى ألوان من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأن له البدر في تمامه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قد سلام
صلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورافته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، وحين متمسكين بسنته وطاعته، وأمدنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وقاضي الحاجات، وغافر الذنوب والخطيئات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.